الله على شهداء المسلمين ورحمة الله تعالى على شهداء فلسطين المرابطين في هذه الأرض المباركة. استريحوا جميعا. لو سمحتوا، احنا مقدرين المشاعر، وبنعرف انه يعني الجميع محب، الجميع متعاطف. رحمة الله عليه، رحمة واسعة، واسكنه فسيح جنات. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أعطاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا اخوان التوجيه والنظره الاخيره بعد الصلاه، يا اخوان نقدر المشاعر ونحترم الجميع، فاللي بيحب الشهيد والمتعاطف مع الشهيد الرجاء الجلوس، الرجاء من الجميع الجلوس. بدنا ننتظر يعني قسم من الوقت لو سمحتوا. يا اخوان شويه نطلع بقى. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ما من كلم يكلم في سبيل الله الا وجاءت هيئته يوم كلم، اللون لون الدم والريح ريح المسك. شهيد التحق بشهداء فلسطين، هذه الكوكبة الطيبة من هذه الأرض المباركة التحق بإخوانه شهداء فلسطين وشهداء المسلمين جميعا. قدرنا في هذه الحياة وفي هذه الأرض المباركة أن نكون على هذه الأرض يكون غريبا.
ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من أمسى كالا من عمله، من أمسى كالا من عمله أصبح مغفورا له. هذا الشهيد التحق بشهداء إلا هذه البلدة الطيبة المباركة التي قدمت ما لا يزيد عن 100 شهيد. هذه البلدة تاريخها الحافل بالنضال والجهاد والمقاومة. هذه البلدة التي قدمت الكثير من الشهداء. هذه البلدة التي قدمت الكثير من الأسرى، منهم من خرج ومنهم ما زال خلف القضبان ينتظر الشباب.